لان احنا شايفين الاشياء لا على حقيقتها، مش على حقيقتها، شايفين الاشياء على هوانا مش على حقيقتها. لو رأينا الاشياء على حقيقتها وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلصوا، فاكرين خطبة فلصوا؟ فلصوا. لو شفنا الحاجات على حقيقتها نلاقيها فلصوا، بنضحي من أجل حاجة فلصوا. فاكرين الخطبة دي؟ كانت خطبة الجمعة. في يوم جمعة كنت قرأت جريدة ففوجئت فيها بخبر ان في امرأة راحت تشتري ذهب من محل ذهب، فراودها صاحب المحل عن نفسها، فرفضت وتكرر حضورها للمحل وهو يعرض، ففي النهاية قالت له بس تديني الكوليدة. فلا لا انت بتحلمي، ده غالي جدا، تعرف ده بكام؟ قالت له هو كده. وبعد حضور المرأة مرات عديدة في يوم من الايام قال لها ماشي اعطيك الكوليدة، وفعلا اعطاها الكوليدة وزنى بها. ثم رجعت اليه مره بعد كده فراودها عن نفسها، قالت له لا الكوليه اللي انا عايزاه خدته خلاص. قال لا ما تفرحيش قوي كده، ده فالص. وخدت المراه الكوليه الذهب وتذهب لمحل ده يقول فالص، وتروح للتاني يا بنتي ده فالص، وتروح للتالت ده فلصوا. جن جنونها شرفي فلصوا. الجورنال بيقول انها اخذت سكين وطعنت الرجل 38 طعن. الغل اللي كان في قلبها انها باعت شرفها عشان حاجة فلصوا، أهو ده اللي هيبقى في القلوب يوم ما تكتشف إنك بعت الآخرة عشان دنيا فلص. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه أهلك عني سلطان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن الله يحب المحسنين.